الحمد لله على سلامتكم جميعا. تنظيف المركبات الغارقة من اختصاص كريزي كار كير. اخواني واخواتي، يوجد لدينا هذه الحالة الكرسي الخلفي للكزس مثل ما واضح معكم على يسار الشاشة، قد ضربه الطين وتمت المركبة لفترة زمنية طويلة داخل المياه مما أدى إلى تشكل عفن. طبعا أخواني العفن كان متشكل على الكرسي بشكل كامل، ولكن بفضل من الله والتقنيات كريزي كار كير والخبرة العالمية وصلنا إلى النتيجة الآتية. أخواني وأخواتي، تمت تنظيف هذا المكان ووضع مادة الليذر كير لإعادة رونق الجلد. الصعوبة في هذا الكرسي وهو تنظيف المسامات أخواني وأخواتي، ولكن بتقنيات كريزي كار كير تمت معالجتها بفضل من الله تعالى. مع كريزي كار كير لا تخشى شيئاً.